وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث الوضع في اليمن وتطبيق اتفاقية ستوكهولم الأخيرة من أجل حل الأزمة اليمنية، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تضافر كل الجهود الدولية والإقليمية من شأنه أن يساعد المبعوث الأممي ويسهل عمله لتطبيق الاتفاق. كما وصل الاتحاد الأوروبي عبر بريطانيا، فرنسا، إسبانيا وألمانيا في لقاء مع ممثل إيران على هامش الاجتماع الوزاري الضغط على إيران من أجل تسهيل تطبيق اتفاق ستوكهولم عبر إلزام حلفائها الحوثيين بتطبيق الاتفاق. Just today, we held here in Brussels, in parallel with the foreign ministers' meeting, the regional dialogue we facilitate with Iran, European Union, France, Germany, Italy, and the UK focused on Yemen, and we decided to push for, as I said, the agreement to be implemented and the situation on the ground to be improved. العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي أخذت الحيز الأكبر في اجتماع وزراء الخارجية من أجل تحضير القمة الصينية الأوروبية القادمة، وكان النقاش بناء مع وزير خارجية الصين، كما اعتمدت آلية التشاور في القضايا الخلافية أو التي يوجد حولها تنافس. We hope and we believe European countries or other countries will have independence in making their own choice and their own judgment. As for cybersecurity, it is a shared international challenge. China is ready to work with European countries and other countries to enhance our cooperation on cybersecurity and work out universally accepted rules and principles. Thank you. وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي يوجهون رسالة واضحة لموسكو مفادها أن الاتحاد لا يعترف لحد الآن بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. الاتحاد الأوروبي يؤكد مرة أخرى على استمراره في الضغط على إيران في الملف اليمني حتى يتم تطبيق اتفاقية ستوكهولم وإنهاء الصراع لصالح الأمن اليمني وأمن واستقرار كل المنطقة. الأخطر فرات لقناة الإخبارية من مقر المجلس الأوروبي بروكسل.